السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزتي المتابعين، في هذه الحلقة الاستطرادية التي نوضح من خلالها مخطط توضيحي حول أنواع العلامات للفائدة، فهذه حلقة عبارة عن مخطط وبيان لمخطط معين لأقسام أنواع العلامات، علامات الظهور، من أجل إيضاحها للمؤمنين لا تخلو من فائدة. العلامات بشكل عام تنقسم إلى عدة أقسام وعدة أنواع، من الممكن أن نقسمها بحسب المواضيع، بحسب الحيثيات، إلى أكثر من نوع. أنا الآن قسمتها إلى 5 أنواع، ربما أكثر، نستطيع تقسيمها إلى أكثر بحسب حيثيات المواضيع، لكن بحسب ما ارتأيت أنه أوضح توضيح إجمالي فقسمتها إلى 5 أقسام: أنواع علامات، العلامات المفتاحية، والعلامات الحربية، والعلامات الكونية، والعلامات الاختلافية، والعلامات الترتيبية. أما بخصوص العلامات المفتاحية، وأقصد بالعلامات المفتاحية التي هي مفاتيح للأحداث الكبرى، والتي بيّنتها الروايات على أنها ستكون هي المفتاح للدخول في العلامات الكبرى، مثلا هلاك العباس اللي يتزامن مع بروز الشيصباني، وربما العباس والشيصباني شخصية واحدة، ولكن وفق احتمال آخر أنه الشيصباني يبرز بعد هلاك العباسي، فهم على منهج واحد، فهم دولة عباسية، فالشيصباني يبرز في هذه الأثناء، في هذه الفترة، في هذه المرحلة في العراق، في الكوفة. فهلاك العباسي هو مفتاح لبقية العلامات الكبرى التي هي خروج السفياني وباقي الرايات الأبقى والأصحاب. كذلك الشيصباني أن لكم بالسفياني حتى يخرج الشيصباني ينبع كما ينبع الماء كما تقول الرواية، يقتل وفدكم. إذن هو مفتاح من مفاتيح علامات السفيان. كذلك عوف السلمي أيضا شخصية مفتاحية قبل السفياني، وأبرزته الرواية أيضا أنه تكون حكومته أو إمارته في منطقة تكريت. كذلك ورد في بعض الروايات أنه لا يكون سفياني حتى يخرج كاسر عينه بصنعاء، وكذلك ورد نفس السياق حول الشعيب بن صالح الذي يخرج قبل عوف السلمي. إذن هذه الشخصيات وهذه الأحداث تعتبر علامات مفتاحية، أضافة إلى علامات أخرى أيضا وردت بصياغتها المفتاحية، لكنها هي تبقى علامات فرعية. نحن نتحدث الآن بالإجمال، هي هذه العلامات المفتاحية. ننتقل إلى النوع الآخر من العلامات، وهو العلامات الحربية. وردت عدة روايات تتحدث عن حروب ونيران ومعارك تبدأ من المشرق، من الفتنة المشرقية، تتحدث عن نار أذربيجان، ومعروفة رواية نار أذربيجان، لا بد لنار من أذربيجان، وكذلك نار المشرق التي هي عبارة عن حرب، وإن ذهب بعض الباحثين أن نار المشرق عبارة عن نار حقيقية أو مذنب أو ما إلى ذلك، لكنها تعبير عن حرب ستكون في مشرق الأرض، ربما في المشرق الإسلامي، وأكثر الاحتمالات أنها في إيران، وذلك يترتب عليه بعد ذلك، بعد على أثر هذه النار، على أثر هذه الحرب الكبرى،
دخول الشروسي ستكون حرب كبرى تخفق فوقهم رايات سوداء كما تقول الرواية، يقتل فيها ألوف وألوف وألوف. كذلك من العلامات الحربية دخول جيش السفح أو ما يسمى بسفياني هجر من جهة البصرة قبل دخول السفياني سفياني الشام. هناك علامات حربية أخرى لكنها علامات فرعية، فهذه العلامات الهامة التي هي تحدثت عن الحروب التي تسبق خروج السفياني وباقي العلامات الكبرى. كذلك لدينا نوع آخر من العلامات وهو العلامات الكونية. أهم العلامات الكونية بطبيعة الحال هو مذنب الآيات الذي تحدثت عنه عدة روايات عن طرق الخاصة والعامة. يترتب على بروز هذا المذنب استدارة الفلك، واستدارة الفلك تترتب على اختلاف الشيعة كما ورد في الروايات. استدارة الفلك له عدة صور، منها خسوف وكسوف في شهر رمضان، خسوف في بدايته وكسوف في نهايته، لم يحدث من بدأ الله الخلق. كذلك الصيحة أيضا من العلامات الكونية، وإن كانت الصيحة تتحدث عن عدة صيحات، هناك صيحة رجبية قبل صيحة رمضان، هناك صيحة جبرائيل في دمشق على أسوار دمشق كما ورد في بعض الروايات، كما هو مفهوم من بعض الروايات، وهناك الصيحة الكبرى في شهر رمضان المعروفة. فهناك عدة صيحات، لكن بعض الباحثين يعيدها جميعا إلى كونها صيحة واحدة جاءت بصياغات مختلفة، لكن بحسب القرائن بحسب الروايات أن هناك صيحات مختلفة وليست صيحة واحدة وليست صيحة واحدة. كذلك من العلامات الكونية كثرة الزلازل التي تحدث في الأرض، وهذه علامة أرضية. الخسوف الأرضي الذي يقع في أكثر من منطقة في خراسان، في البصرة، في بغداد، في الكوفة، إضافة إلى خسف حرسته. كذلك وردت رواية عن صدر ويد يظهران في وجه القمر في أكثر من رواية، وتحدثت عن أنه شكل معروف وربما منسوب إلى شخص بذاته كما ورد في بعض الروايات. وردت علامات أخرى كونية وإن كانت من طرق العامة، كعلامة الهدة والواهية والدخان، وأيضا هي تندرج ضمن هذه العلامات. إذن هذه العلامات الكونية هي التي تسبق الحرب العالمية وتسبق خروج السفياني. هذا هو القسم الثالث والنوع الثالث من العلامات. النوع الرابع من العلامات هو العلامات الاختلافية. والعلامات الاختلافية تبدأ بفتنة الشام. فتنة الشام هي عبارة عن اختلاف بين الأحزاب، بين القوى السياسية، يؤدي إلى بروز رايات مختلفة. هذه الرايات المختلفة عبر عنها في البداية بالرايات السوداء المسودة المكفرة، عبر عنها بعد ذلك وتشعبت هذه الرايات، بعد ذلك تأتي رايات أخرى أيضا تختلف، راية الجرهمي والربيعي والمرواني، بعدها تأتي راية الأصهب والأبقع والسفياني، فعدة رايات على عدة مراحل سوف تأتي بعد فتنة الشام. من الاختلافات أيضا اختلاف الشيعة فيما بينهم، ويتزامن هذا الاختلاف مع اختلاف بني العباس، باعتبار أن اختلاف الشيعة واختلاف بني العباس يتزامنان وفق سياق واحد، باعتبار أن الحكومة كما قلنا أن المنهج سيكون منهجا عباسيا في آخر الزمان، ويترتب عليه هذه الاختلافات. واختلاف الشيعة سببه يعود إما إلى اختلافات حزبية أو اختلافات منهجية أو غيرها من الاختلافات التي تؤدي إلى مشاكل في العراق
تحدثنا عنها في حلقات سابقة. كذلك من أنواع من الاختلافات اختلاف الأمراء على الكنز، وهذا يحدث في الحجاز وربما في منطقة أخرى، لكن أكثر أقوى الاحتمالات أنه يحدث في الحجاز على مستوى الملك في الحجاز، وبالتالي بعد موت الملك تأتي فترة بيعة الصبي وما يترتب عليها من مشاكل ووهن في الحكومة الحجازية. كذلك ورد اختلاف الترك والروم الذي يترتب عليه اختلاف المشرق والمغرب، يعني استقطابات المحاور الشرقية والغربية واختلاف أهل القبلة، كل دولة وكل طائفة مع محور أو مع استقطاب خاص بها. وهذه هي تقريبا هي العلامات التي وردت في الاختلافات، الاختلافات الاجتماعية والاختلافات الحزبية والاختلافات الدولية والاختلافات الفئوية والاستقطابات التي وردت في الروايات. هذا فيما يخص العلامات الاختلافية. أما النوع الأخير والقسم الأخير من العلامات وهو العلامات الترتيبية، وهو السياق العام للعلامات أو الخريطة العامة للعلامات الكبرى، والتي تبدأ بظهور النجم، نجم الآيات، والذي يتزامن مع الحرب العالمية، ومن ثم اختلاف بن العباس وهلاك العباسي، ومن ثم رجفة الشام وخسف حرستا، ومن ثم دخول رايات المغرب والأبقع، ومن ثم دخول الترك ومارقة الترك ومارقة الروم. بعد ذلك يبدو السفياني، ظهور السفياني، يترتب على ذلك معركة قرقيس التي يشترك فيها السفياني، بعد ذلك يكون ظهور اليماني والخراساني، بعد ذلك بداية ظهور الإمام عليه السلام في مكة، وتبدأ الأحداث والعلامات الأخرى التي لم نذكرها لأننا أردنا أن نحاول أن نجمع العلامات أو أقسام العلامات إجماليا في هذا المخطط، وليس بالتفصيل الممل، وإنما من ناحية إجمالية لفائدة المتتابع، لفائدة المتابع ولفائدة ونفع المؤمنين لفهم هذه العلامات وفقهها وتوضيحها لهم. إذن أنواع العلامات 5 أنواع وأقسام. علامات مفتاحية، هذه هي علامات حربية، هذه هي تقريبا علامات كونية، هذه هي والعلامات الاختلافية كما هو واضح، والعلامات الترتيبية. نشكر حسن متابعتكم واستماعكم إلى حلقة قادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.